بعيدا عن كل اللي قلناه فيما يخص النادي الاهلي، تخيل على طريقه كله ضرب ضرب، يعني ما كانش كفايه اللي حصل مع النادي الاهلي، لا كان المنافس بيستفيد رسميا باراء خبراء التحكيم ب 13 نقطه نتيجه اخطاء تحكيميه. نعرض الجدول، مش هنستعرض معاكم المباريات، الجدول موجود، اللي حابب يرجع له في اي لقطه بخبراء التحكيم يجي لنا عشان خاطر نفهمه ونقول له كان راي خبير التحكيم ايه. بس هي مش هتفرق، لان فاكر لما اتقال احنا ما بنعرفش ننام واحنا محسوب لنا قرار مش من حقنا، اعتقد الناس طلعت بتنام في سابع نومه، لان مش النوم بس بتاع القرارات، لا نوم حاجات كتير جدا. هو اللي زي ما قلنا كان حدد وجهه الدوري الموسم الحالي. بص عشان بس نكون امناء، نادي الزمالك اتظلم هذا الموسم المفاجاه في مباراه اسوان، ما اتحسبلوش ركله الجزاء، دي المباراه الوحيده اللي التحكيم كان فيها على نادي الزمالك، ما دون ذلك فاليكم كان في تقنيه فار، كان في تقنيه فار، فاليكم عدد النقاط 13 نقطه. لو قلنا النقطتين اللي اتخصموا من نادي الزمالك في مباراه اسوان يعني 11 نقطه. ولكن لو تتذكروا متابعين، وانا اعتقد ان انتم متابعين بدقه لبرنامج الاهلي خط احمر، قلنا هنا لما جبنا تصريح الكابتن ايمن يونس وقال انا مش معايا فلوس وعلينا 30 مليون جنيه عشان نقايد اللاعبين، وكلمت الاستاذ عمرو الجنايني قلت له مش هدفع ولا جنيه، فالاستاذ عمرو الجنايني قال له ابعت القايمه هايدها لك. وده طبعا مش اول موسم يتم قيد اللاعبين والزمالك عليه ديون، ولا اول موسم الزمالك ياخد تراخيص يشارك بيها في دوري ابطال افريقيا وهو عليه مديونيات، ده اعتراف حتى المسؤولين في نادي الزمالك. مش دي القضيه خالص، القضيه ان احنا طلعنا هنا قلنا احنا مع دعم اتحاد الكره لنادي الزمالك ومع الاستثناءات كلها لنادي الزمالك، واحنا بنقف جنب نادي الزمالك، بس ما حدش يجي يقول اتحاد الكره اهلاوي. احنا في الحلقه دي بنقول ال 11 نقطه اللي خدهم نادي الزمالك احنا معاهم، وكل موسم ادوهم 11 نقطه باخطاء تحكيميه، ما عندناش ادنى مشكله، ودعم مننا لنادي الزمالك. لكن المشكله الحقيقيه اللي عندنا ما تاخدش اي نقطه من حقنا دون وجه حق. لو استمر التحكيم بالشكل ده لاي مواسم اخرى فبالتاكيد بيعرض التحكيم المصري لهزه كبيره جدا، وانا رافض كل اللي بيطلع يقول كلام منمق عن ان التحكيم المصري بخير، لان التحكيم المصري والله العظيم كده بخير يا اسامه، ما بخير. نشوفكم بعد الفاصل.